السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب الصف الخامس، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المعظم. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. نكمل يا أبطال سلسلة مع أن نتعلم أو مع أن نستمر في برنامج معالج النصوص اللي هو برنامج الوورد أو مايكروسوفت وورد 2010، ونبدأ نكمل مجموعة المهارات مطلوبة مننا في البرنامج إن شاء الله. بعد نهاية الدرس بتاع النهاردة هنكتسب بعض المعارف والمهارات الخاصة ببرنامج معالج النصوص اللي هو مايكروسوفت وورد 2010. طيب، إيه هي أهم المهارات والمعارف اللي إحنا هنكتسبها النهاردة؟ إن شاء الله هناخد نسخ النص ونقل النص، والفرق بين النسخ والنقل. ممتاز. هنتعلم إزاي نبحث عن نص داخل المحتوى النصي بتاع ملف الوورد أو ملف الكتابة ونعمله عملية استبدال. آخر شيء إزاي ندرج جدول ونعمله بعض التنسيقات البسيطة. تمام؟ طبعاً إحنا عارفين طريقة فتح برنامج الوورد بطريقة سريعة. أو ممتاز. كليك يمين على سطح المكتب و جديد، وبعد كده نختار مايكروسوفت وورد. تمام. او ان انا افتح من قائمه ابدا، وبعد كده ابحث عن مايكروسوفت اوفيس واختار مايكروسوفت اوفيس وورد 2010. تمام. احنا كده شغلنا برنامج مايكروسوفت اوفيس وورد 2010. انا كنت مجهز نص عشان نشتغل عليه. اول مهاره عندنا يعني ازاي اعمل نسخ للملف او نسخ للنص داخل الملف. انا عندي مثلا هذه ملف في مجموعة من النصوص بتتكلم مثلا عن استخدام الحاسب في حياتنا. عاوز أبدأ أتعلم مهارة نسخ النص. أول شيء عشان تبدأ تتعلم مهارة نسخ النص لازم تتعلم تحديد أي شيء أنا لازم أجريه داخل برنامج معالجة النصوص الوورد، لازم أعمله عملية تحديد. وليكن نحن عاوزين نحدد وننسخ السطر الأول ده، أعمل إيه؟ أول حاجة أحدد السطر الأول، أوقف هنا وأضغط لحد آخر السطر، كده أنا عملت عملية تحديد. طيب عاوز اعمل عمليه نسخ. ممتاز. اعمل ايه؟ اضغط كليك يمين طريقه المختصره واختار ايه نسخ. طيب لو انا مش عاوز استخدم كليك يمين، ممكن بعد ما ظلل شايفين صفحه رئيسيه هنا فيها ايه نسخ. ممتاز. اضغط على ايه؟ على رمز النسخ. كده هو عمل عمليه نسخ للايه للنص ده. طيب عاوز اعمل له عمليه لصق او احدد مكان اللي انا عاوز انسخ فيه النص، أوقف في المكان اللي أنا حددته عشان أنسخ النص وأضغط كليك يمين وأختار إيه لصق النص. أهو تمام، دي خيارات اللصق. طيب لو أنا مش عاوز أستخدم كليك يمين، ممكن من الشريط بتاع التبويبات الصفحة الرئيسية وأختار إيه لصق. شايفين أختار إيه لصق. أحسنتوا. طيب إيه الفرق؟ كده إحنا عملنا نسخ. طيب إيه الفرق بين النسخ والنقل؟ النسخ هو الاحتفاظ بنسخة من النص اللي أنا حددته ونقلها عمل منه نسخة في مكان ثاني. أما النقل، لأن النقل هو حيشيل أو حيحذف أو حيعمل عملية نقل كلي للنص اللي انت حددته وحيروح يلصقه في مكان ثاني. يعني مثلا عاوزين وليكن هذه أسباب انتشار الحاسب الآلي، استخدام الحاسب، عاوز أعملها عملية نقل، أضغط عليها كليك يمين وأدي له إيه قص. قص معناها أنه حيشيلها من مكانها خالص. تمام. أروح مثلا هنا مثلا وأعملها إيه لصق. ها اهي لصق. او مثلا هنا ودي له ايه لصق. ايه اللي حصل يا ابطال؟ اسباب انتشار استخدام الحاسب، شايفين اهو. ممتاز. شالها من هنا خالص وراح عملها ايه لصق هنا. ممتاز. لكن اما النسخ هو بيحتفظ بالنص زي ما هو، بيديني منه نسخ. طيب في مهاره ثانيه عايزين نتعرف عليها اسمها مهاره البحث والاستبدال. لو انا عندي مثلا كلمه في النص، تمام، عاوز اعملها عمليه استبدال، وليكن كلمه الحاسب الآلي، بدل ما هي كلمة الحاسب الآلي عاوز أنا أخليها كلمة الحاسوب، أستبدلها بكلمة الحاسوب. أعمل إيه أبطال؟ في تبويب برضو الصفحة الرئيسية ناحية اليسار هنا في أيقونة اسمها إيه؟ أيقونة بحث وأيقونة استبدال تحديد. إحنا عاوزين نعمل بحث مثلا، نشوف كم كلمة الأول. تمام؟ أهو عشان تبقى ظاهرة معانا. نبحث مثلا عن كلمة الحاسب. هذا أظهر لي كلمة إيه؟ الحاسب موجودة في الجزء ده، أهو زي ما أنتم شايفين، أدي ظللها لي، عمل لي عليها عملية إيه؟ تحديد.
طيب انا عرفتهم كده ايه اربع كلمات، انا عاوز اعملهم بقى استبدال، بدل ما كلمه الحاسب اعملها كلمه اخليها كلمه الحاسوب، اضغط على استبدال، ممكن من هنا اهو تمام شايفين استبدال، راح ظهرت النافذه دي بيقول لي دي كلمه الحاسب احنا خلاص بحثنا عنها. طيب عايزين نستبدلها بكلمه ايه، نقول له مثلا كلمه الحاسوب، كلمه الحاسوب. طيب لو ضغطنا على استبدال كده هيستبدل كلمه كلمه، او ما لو ضغطنا على استبدال الكل فاوتوماتيك هيعمل لي استبدال لجميع الكلمات اللي احنا حددناهم مكان اربع كلمات. ها استبدال الكل مباشره، انهى الاستبدال بسرعه وفي لحظه، وادى لي اكمل وورد البحث عن المستند واجرى اربع استبدال. يبقى عمل اربع استبدالات، كانت عندي اربع كلمات باسم الحاسوب الحاسب وحولها لي الى كلمه الحاسوب. تمام يا ابطال، اخر مهاره النهارده في درس النهارده ازاي ادرج جدول وابدا انسق في الجدول ده. الجدول بيتكون من ايه؟ بيتكون فعلا بيتكون من مجموعه من الصفوف ومجموعه من اعمده. يبقى لما اجي اشتغل وارسم جدول لازم ابقى عارف الجدول ده اللي انا حارسمه عاوز كم صف وكم عمود. ندرج وليكن مثلا هندرج من فين يا ابطال؟ من قائمه ادراج، احسنت. جدول مثلا من اربع صفوف اربع اعمده وصفين ممتازين، ها نتكلم فيهم عن مكونات الكمبيوتر ولا تمام. مكونات الكمبيوتر تحت وحدات ادخال تمام، وحدات اخراج، وحدة معالجة، تمام، وحدات تخزين، تمام. طيب احنا كده عملنا جدول بسيط في ايه مكونات الكمبيوتر، بس شايفين كده اهو خلاص عندنا مجموعه من الصفوف والاعمده كونت الجدول، ولكن زي ما انتم شايفين الصف الاول مجموعه من الخلايا، طبعا شكلها كده ما ينفعش، احنا عاوزين نعملها عمليه دمج، نعملها عمليه ايه دمج عشان تبقى العنوان ده لكل الخلايا دي، بعمليه بظل مجموعه الخلايا تمام، واضغط كليك يمين واختار ايه دمج خلايا، دمج الخلايا. شفتوا كده عمل هو دمج الخلايا واعتبرهم لايه اصبحوا صف واحد. طيب لو عايز اختار له تنسيق كده خفيف بسرعه، مجرد ما اضغط على الجدول تظهر عندي تبويب تصميم، في مجموعه من التصميمات الخاصه بالجدول، بشوف التصميم المناسب ليا واللي يكون شكله مناسب وانيق، وبعد كده بختاره، ويبقى كده انا عملت تنسيق خفيف ايه للجدول وعملت تنسيق سريع للجدول. شكرا جزيلا يا ابطال.